فيقول ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، أفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. أيها الإخوة، دققوا في أعمالكم، دققوا في كسب أموالكم، دققوا في إنفاق أموالكم، دققوا في بيوتكم، لن تحاسب عن مجموع المسلمين. أنفذ أنت بريشك، حاسب نفسك، حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعما في البيت من أجهزة، حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك. أيها الإخوة الكرام، من عصاة المؤمنين من يعذب في قبره على صغير من الإثم وكبير. عصاة المؤمنين قد يعذب بعضهم في قبره في صغير من الذنوب وكبير، فمنهم من يعذب بالنميمة وهو في القبر، ومنهم من يعذب لأنه لم يكن يستتر من بوله، يعني كان يظهر عورته أمام الناس، منهم من يعذب في دين كان عليه لم يؤده. كم مشكلة قرض لا يؤدى، افعل ما بدا لك، هذا الحاضر إليك والمحاكم. يعني معظم مشكلات الناس في الديون الآن. منهم من يعذب في دين كان عليه لم يؤده. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا تصلي عليه؟ فخطى خطا، النبي الكريم خطى خطا، ثم قال عليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف ولم يصلي عليه. فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أحق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ يعني أديت الدينارين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث ما فعل الديناران؟ قال أديتهما. فقال عليه الصلاة والسلام الآن ابترد جلده، يعني جلده لم يبترد بالكفالة، لم يبترد إلا بالأداء لعظم الدين. لو أن الإنسان مات شهيدا في ساحة المعركة وكان عليه دين لا يغفر له، أين المسلمون وأين هذه النصوص؟ أيها الإخوة، منهم من مات شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد غل بردة لا تساوي 4 دراهم، دخل العذاب بعد الموت مباشرة. أيها الإخوة الكرام، روى هذا الحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر ولم تصبها المقاسم. ففزع الناس أشد الفزع، فجاء رجل بشراك أو شراكين، قال يا رسول الله أصبت يوم خيبر هذين. فقال عليه الصلاة والسلام: شراك من النار، شراكان من النار. أيها الإخوة، كم أسرة مسلمة يأخذ الأخ الأكبر أجمل ما في البيت، يقول هذه من رائحة والدي،
كل شيء يؤخذ قبل القسمة هو غلول، ومن غل شراكين قال هما في النار. شيء لا قيمة له إطلاقا. أحيانا تكون في الحج يرتدي الإنسان خف 5 ريالات ثمنه، تجد أكوام على أبواب الحرام. على مثل هذا يحاسب الإنسان. أيها الإخوة، القبر بغير عذاب عذاب. القبر وإن كان بغير عذاب هو عذاب بحد ذاته، هو منزل رهيب فيه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة أو ضغطة. قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة قد ضم ضمة ثم فرج عنه. في النسائي وقد صحح من قبل بعض علماء الحديث. فإذا كان هذا حال سعد بن معاذ سيد الأوس السابق بالإيمان الذي لا تحصى مناقبه والذي اهتز لموته عرش الرحمن، فما بالك بنحن بهؤلاء المسلمين المقصرين الذين يأكلون المال الحرام، يأكلون الربا، يختلطون مع النساء الأجانب، يطلقون ألسنتهم بالغيبة والنميمة. أيها الإخوة الكرام، وما بعد القبر أعظم منه، إنه البعث والنشور، إنه اليوم الثقيل الطويل، إنه يوم العبوس القمطرير، إنه يوم واحد ولكنه 50,000 سنة من أيام الدنيا طولاً، يوم لا تغرب شمسه إلا بعد مضي 50,000 سنة، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين في رشحهم وعرقهم إلى أنصاف آذانهم، منهم من يأخذه عرقه إلى كعبيه، منهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه، منهم من يأخذه عرقه إلى ثدييه، منهم من يلجمه عرقه، منهم من يغط في عرقه غطيطا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة الكرام، أمر الله جل جلاله رسوله الكريم بقيام الليل استعداداً وحذراً لهذا اليوم، فقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. العبرة أن يشتري بيتاً فخماً، وأن يركب مركبة فارهة، وأن يمتع نظره بمحاسن النساء، وأن يعلو على الناس في الأرض، ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. ويقول الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً. السماء منفطر به. ويقول الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة، لئلا تقولوا الخطيب يتشدد، خطي متزمتي مخيفة، هذه الحقيقة. هذه كلها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة، لكننا ألفنا التساهل وتميع الأمور وتخفيف العقبات، والدين يسر وافعل ولا حرج وربك غفور رحيم، ونحن خير أمة أخرجت للناس،
وهذه بلوى عامة يا أخي، ماذا نفعل؟ وفيها فتوى أيضا، والفضائيات تقدم من الفتاوي ما لا يعد ولا يحصى. لكن الله عز وجل سيحاسبنا، ولا يقبل منا عذرا إذا قلنا سمعنا أو قيل لنا لما لم تحقق. لماذا في أمور الدنيا تحقق؟ لماذا في أمور الدنيا لا تصدق إلا بعد التحقيق؟ لماذا في أمور الآخرة تصدق بدون تحقيق؟ أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم العصيب يرى كل حميم حميمه. حميم يعني أشد علاقة في الدنيا التصاقا، زوج وزوجته، أخ وأخوه، شريك وشريكه، هناك علاقات حميمة جدا في الدنيا. فقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال: نعم يا أم المؤمنين، إلا في أربعة مواضع، عند الصراط ويوم الحشر وإذا الصحف نشرت. وفيما سوى ذلك قد تقع عين الأم على ابنها تقول: يا بني، جعلت لك صدري سقاء، وحجري وطاء، وبطني وعاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول هذا الابن لأمه، وهل من علاقة أشد من علاقة الابن لأمه؟ ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. نعم. أيها الإخوة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. مانع الزكاة يعذب 50,000 سنة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. رواه الإمام أحمد. أيها الإخوة، المؤمنون في ظل الله يوم القيامة. من أهل الإيمان من يكونون في ظل الله قد خصهم الله بهذا الإكرام لاختصاصهم بالأعمال العظيمة. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يجب أن نخاف، يجب أن ترتعد مفاصلنا لهذا اليوم. الخوف علامة الإدراك، وعدم الخوف علامة الإغلاق. إن كنت مدركاً ينبغي أن تخاف. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، هذا تفكير مسموع، أنا أفكر وأنا أخاطب نفسي وحدي والله، لكن معي نصوص محرجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله الصحيحة، وهذا كلام الله، وهذا كلام سيد الخلق وحبيب الحق الذي لا ينطق عن الهوى. فلا بد من أن نأخذ حذرنا، لا بد من أن نراجع حساباتنا، لا بد من أن نجلس جلسات نتأمل فيها مصيرنا، لا بد من أن ندقق في أعمالنا،
في تجارتنا، في كسبنا، في بيعنا، في شرائنا، في بيوتنا، في زوجاتنا، في بناتنا. لا بد من أن نسأل أنفسنا: ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ ماذا نجيب الله عز وجل؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها الإخوة، هذا كلام مزعج، وهذا كلام مؤلم، وهذا كلام قاس، ولكنه الحقيقة. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ما بال هؤلاء المسلمين غارقون في الحرام، غارقون في الكذب والغيبة والنميمة، غارقون في العلاقات الشائنة مع النساء، حياتهم اختلاط، ولائمهم اختلاط، أعراسهم اختلاط، لا يدققون، يحبون الدعاة الذين يسهلون عليهم، يشيدون بهم كثيرا. يا أخي، هذا عالم مرن، مرن حضاري، عالم متفهم لمعطيات العصر. هذا كلام لا ينفعهم. لو أثنوا على هؤلاء الذين يخففون عنهم، هذا لا ينجيهم يوم القيامة. كن مع الحقيقة مرة. أيها الإخوة الكرام، سامحوني إذا قسوت عليكم، والله أنا أقسو على نفسي، وأنا أخاطب نفسي، وأنا أخاف كما تخافون أنتم. وهذا الخطاب تفكير مسموع لا يلزم به أحد، ولكن ما أتيت بكلمة واحدة من دون دليل من القرآن والسنة. وهذا كلام خالق الأكوان. لماذا تخلى الله عنا جميعا؟ لما نحن فيه؟ لماذا شرذمة قليلة تتحدانا كل يوم؟ لما نحن فيه؟ لماذا قل ماء السماء؟ لأنه قل ماء الحياء. لماذا غلى لحم الضأن؟ لأنه رخص لحم النساء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فاستنبط بعض العلماء أن الذكر ينبغي أن يكون حمدا وثناء وتمجيدا لله عز وجل. لذلك قالوا: المحب الساكت لا يكون حامدا، والحامد غير المحب لا يكون حامدا. لا بد من أن يمتلئ قلبك محبة له، ولا بد من أن يلهج لسانك بحمده، ولا بد من أن تمجده للخلق. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أيها الإخوة الكرام، الذكر هو الشحنة الروحية التي هي قوام كل عمل صالح. الشحنة الروحية التي هي قوام كل عمل صالح، فهو أفضل شيء لأنه أساس كل شيء، ولأنه سبب كل عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. ولئلا يذهب الظن ببعضنا إلى أن الذكر هو أن تجلس وأن تذكر الله ذكرا ألفناه في بعض العصور، الذكر
له معان واسعة جدا نوهت عنها في الخطبة السابقة، وأريد في هذه الخطبة أن أزيدها تفصيلا. أيها الإخوة الكرام، أحد أنواع الذكر أن تذكر أسماء الله تعالى، وأن تذكر صفاته، وأن تثني عليه، وأن تنزهه عما لا يليق به. هذا أحد أنواع الذكر. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله من هذا القبيل، يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وإلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا نوع من الذكر، أن تذكر أسماء الله عز وجل، وأن تذكر صفات الله عز وجل، وأن تثني على الله عز وجل، وأن تنزه الله عما لا يليق به. أيها الإخوة، ولكن هناك ذكر أفضل من ذكر، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. خاطب جويرية ورآها تذكر الله تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، قال لها: لقد قلت بعدك 3 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذه أنواع من الذكر وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نوع آخر له شأن كبير، ولا سيما في هذا العصر، أن تخبر عن الله، أن تخبر عن الله عز وجل، وتقول: الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، لا تخفى.